اهلا بحضراتكم. دلوقتي جه ميعادنا مع الاخبار اللي هتحصل النهارده ان شاء الله. النهارده جامعه الازهر هتنظم المنتدى الدولي الخامس حول التغيرات المناخيه. كمان النهارده الدراسه هتنتظم في كل المدارس على مستوى الجمهوريه. في كمان مباريات قويه جدا في الدوري الانجليزي وكمان الدوري الاسباني. تفاصيل كتير هنعرفها من خلال هذا التقرير. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فجامعة الأزهر هتعقد المنتدى الدولي الخامس تحت عنوان دور المجتمع المدني تجاه التغيرات المناخية، وده هيكون في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر. المؤتمر ده بيأتي استكمالاً للجهود اللي الدولة بتقوم بيها في التوعية بقضايا التغيرات المناخية علشان المساهمة في تقديم حلول إيجابية بتحد من التغيرات بأساليب علمية. برضه النهارده هينظم المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه ندوه بعنوان المناخ ما بين الطبيعه الارضيه والفلك. الندوه هتقام بقاعه المؤتمرات الرئيسيه بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه في حلوان. النهارده هتنتظم الدراسه في جميع المحافظات باجمالي 25 مليون طالب وطالبه في 60,000 مدرسه. وجهت وزارة التربية والتعليم بترديد النشيد الوطني وتحية العلم وتحقيق الانضباط وتسليم الطلاب الكتب المدرسية. لعشاق الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 9 من عمر المسابقة. هيلتقي مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي في قمة الجولة الساعة 3 العصر، والساعة 5:30 هيلتقي ليدز يونايتد مع أستون فيلا. لعشاق الدوري الأسباني موعدهم النهاردة مع أربع مباريات في إطار الجولة 7 من عمر المسابقة. هيلتقي إسبانيول مع فالنسيا الساعة 2 الظهر، وسالتا فيجو مع ريال بيتس الساعة 4:15 العصر. كمان هيلتقي غيرونا مع ريال سوسيداد الساعة 6:30، والساعة 9 بالليل هيلتقي ريال مدريد مع أوساسونا.